يا ترى أعرف إنه عناصر المخفى يحطوني هوني؟ إلّا ولا ما إلّو، إلّا ولا ما إلّو يا ربي. أحسن شيء ما إلّو بالمرة، أحسن ما يطلع مأمون نصاب أكتر من أبي وداد ويحاسسني هو كمان بالمصاري. ساعتها منصفي على الحديدة يقطع ورم قلب بعضون، هذا يقول لهداك. العجمي للبيك، الله يكفيك شره. واعمل لي فنجان قهوة. خرطوش فردك أنا. حري. أنا بس. إيه مأمول. بيك. صحيح جماعة الكراكون شحطوك لعندهم؟ شلون؟ يا جماعة الكراكون. والله اسم منهم زوجات كان حابب يشربوا كاسة شاي معي، وبده يستشيرني بشغلي، حاببني احكي كلمتين مع المحابيس، عم يعذبوه كثير، وبتعرف اسم منه انا وياهم عشرة عمر بيسمعوا مني، فشو؟ حكى لي هالكلمتين وسألني سؤالين ثلاثة على الابساط. يعني هيك القصة؟ هي بسيطة ما بينحكى فيها عرضية. طيب ما قلت لي شو صار معك مشان بيت ابو ممدوح؟ انو بيت؟ البيت. والله ما صار يشوفه، ايش منه كان ملتهي بالعزا تبع اخوه. ايه وهي خلص العزا، ليش ما بتقوم وتفاتحوا بالموضوع؟ يا مأمون بيك، انا من هلا عم اقول لك، الزلمه ما حيبيع بيته امتنح. هلا انت فاتحه بالحسنى وان ما رضي ساعتها بنشوف شغلنا معه. يعني بدك تقدحه، قتلي، بس ما صار مع ابو مرعي. ابو مرعي؟ وانا شو دخلني بهالقصه؟ شو هالحكي؟ يعني ابو مرعي باعك البيت هيك من حاله يا حاله؟ مأمون بيك اسمعوا لنماس، انا كم 100 مره قلت لك لا تتدخل بشيء ما بيعنيك، انا حطيتك بالدكان لحتى تشوف شغلك، قوم نفذ اللي قلت لك عليه ولا قسما بالله بمطل لك رقبتك اكثر ما هي ممطوطه. بتمون بتمون ولعيونك، هالرقبه شداده والعين للبيك مدادي وعالراس منشيله وبنحطه ومنادي اهلي وباحلى بيك والله. سلام عليك. وين القهوه يا ابو الورد؟ عليك يا ابو الورد.